رجل نسي أحد الأركان في ركعة وذكره بعدما قام للركعة التي تليها، فماذا يفعل وما هو الضابط في هذه المسألة المهمة؟ إذا نسي ركنا من الركعة ولم يذكره إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية فإن الأولى تلغو وتكون الثانية مقامها، تكون الثانية هي الأولى ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم.